وثيقة نادرة تحت عنوان من أجل مليون من الشهداء للمفكر الكبير مالك بن نبي. يجب على كل جزائري صاحب ضمير أن يبلغ الشعب هذه الشهادة حتى يكون على بينة من الأخطار التي تهدد الحقوق والحريات المقدسة التي مات من أجلها مليون من أبنائه الشهداء، وليكون على بصيرة من الأطماع الحقيرة التي تزحف نحو ثمرة ثورته لتجنيها من يده. ومن بعد تقول شهادة من أجل مليون من الشهداء. هذه الشهادة تعتبر ثاني أهم وثيقة بعد بيان أول نوفمبر، وجب أن تصل لكل جزائري. هذه الشهادة لم تنشر سوى مرة واحدة ضمن ملاحق مذكرات الرائد الأخضر بورقعة، شاهد على اغتيال الثورة. شهادة من أجل مليون من الشهداء. كنا في انتظار المفاوضات التي كانت ستضع كلمة الختام في تلك الصفحة الرائعة والأليمة التي كتبها الشعب الجزائري في التاريخ بدمه الزكي، وإذا بالصحافة توقظنا ذات صباح لتخبرنا بأن المفاوضات قد انتهت بمدينة إفيان، وكأننا مررنا بمنطقة ظلام أخفت مؤقتاً عن الأنظار بعض الحقائق التي لم يكن الاستعمار يرغب في أن يعلمها الشعب الجزائري، ولكن هذا الشعب سيدعى على أي حال لتقرير مصيره، وهو يعلم الثمن الغالي الذي دفعه من أجل اكتساب هذا الحق. لو كان الموت هو المرجع الوحيد لتقدير هذا الثمن، فلا شك أن شهادة المقبرة الهائلة التي تجمعت فيها رفات مليون من الشهداء لكافية لذلك، ولإلزام كل جزائري بأن يقوم بواجبه كشاهد حتى لا يذهب هذا الثمن الغالي سدى. وربما كنت قد شعرت بهذا الالتزام أكثر من غيري، لأني عندما نزلت القاهرة سنة 1956 لكي أضع قلمي وشخصي في خدمة الثورة، أبت الأقدار إلا أن تضعني منها موضع الشاهد لأسباب سأعلنها يوم يحاسب الشعب الجزائري كل فرد من الذين كانوا بالقاهرة في هذه الفترة عن أعماله. وعليه فمن واجبي أن أقوم بدور الشاهد بكل إدراك لمسؤوليتي في هذا الدور، وإنني لأشعر بهذا الواجب بصورة خاصة في هذا الوقت الذي سيقوم فيه الشعب الجزائري بآخر وأخطر عمله الثوري، لأن هذا العمل هو الذي سيحقق كل نتائج ثورتنا أو يعرضها للتلف إذا ما لا قدر الله لم يكن لديه من المعلومات ما يجعله يتخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الاستفتاء وخلال الانتخابات التي تتبعه. ولو أردت أن أعبر هنا عن شعوري بكل وضوح للزم أن أكتب كتاباً لأصف وضعاً قد يكفي أن نقول عنه أنه فاجأنا بتفاصيله الغريبة من حين إلى آخر، عندما نرى مثلاً القاضي الأخضاري وهو من هو يتكلم للشعب الجزائري من صوت العرب، أو نرى عبد الرحمن اليعلاوي يتولى في دمشق الإشراف على حسابات الثورة إلى آخره. هذا الوضع هو الشيء الذي يجب اليوم على الشعب الجزائري أن يعرف حقيقته حتى لا يضع بناءه السياسي والاجتماعي بعد الاستقلال على أرض تغوص فيها الأقدام من الخيانة والمكر واللامسؤولية. ومن حقه أن يعرف قبل أي انتخابات مزعومة يستعد لها كل زعيم للانتصار على غريمه للاستيلاء على مصير الشعب الذي سيبقى هكذا في أيدٍ تتقاذفه، من الحكيم بن جلول إلى مصالي الحاج، ومن هذا إلى فرحات عباس وفرانسيس، ومنهما إلى بن خدة وبوصوف، ومنهما إلى زعيم آخر. كل يلعب ويعبث كيفما شاء بمقدرات الشعب ومعنوياته على الطريقة التي يريدها الاستعمار ويؤيدها علناً أو خفية. يجب أن ينتهي هذا الوضع المخزي، وهو لن ينتهي أبداً على يد أي زعيم يرغب في إبقائه لحسابه، وإنما سينتهي على يد الشعب نفسه على شرط أن يعرف الحقيقة التي أجمع الزعماء على إخفائها. ولهذا نقترح عقد مؤتمر شعبي عاجل بالمقبرة التي تضم جثمان مصطفى بن بولعيد، وأن يشكل هذا المؤتمر على الفور لجانا تختص كل واحدة منها بالتحقيق في نقطة من النقاط الآتية، وهي ملزمة بتقديم تقريرها في وقت معين قبل إجراء أي انتخابات في الوطن. رقم 1: تحقيق في الظروف المريبة التي تكونت فيها بالعاصمة الجزائر منذ شهر أفريل 1955،
قيادة منفصلة عن قيادة الثورة بجبل الأوراس، وقد أكدت انفصالها بلقبها المستعار زاد آآ. زاد آآ أي القيادة المستقلة لمنطقة العاصمة. ومن المعلوم أن هذا السلوك يخالف تماماً مبدأ وحدة القيادة الذي يجب التمسك به في الحروب العادية وفي الحروب الثورية على وجه الخصوص، حيث يؤدي كل ازدواج في القيادة إلى تبديد الطاقة الثورية، حتى على افتراض أن كل قيادة تصدر نفس التوجيهات التي تصدرها القيادة الأخرى، بينما رأينا قيادة العاصمة تتخذ قرارات تخالف تماماً خطة القيادة بالأوراس، مثل الدعوة إلى مؤتمر الصمام في 20 أغسطس 1956، وتأسيس مجلس التنسيق والتنفيذ CCO الذي عبر تأسيسه عن قلب النظام الثوري رأساً على عقب، حيث كانت نتيجته الأولى تغليب الجانب السياسي عن الجانب العسكري في قيادة الثورة وتوجهها، أو بعبارة أخرى وضع مصير بن بوليعيد وإخوانه المجاهدين تحت سلطة السيد فرحات عباس وفرانسيس وبن خدة إلى آخره، حتى خرجت الثورة من يد الأبطال الذين أسسوا جيش التحرير ALN، وأصبحت بأيدي أولئك السياسيين الذين كونوا نقابة لرعاية مصالحهم أطلقوا عليها اسم جبهة التحرير ALN لإغراء الشعب بالألفاظ. ومن تتبع بإمعان تاريخ هذه الفترة فقد لاحظ بدون أي شك تلك التغيرات العميقة التي حدثت في جهاز الثورة كله، حتى ليستطيع المؤرخ الخبير أن يعبر عن الوضع الجديد بأنه كان في الحقيقة حركة ضد الثورة توجهها من بعيد أيد خفية من باريس والعاصمة، حركة مقنعة تفاجئنا أحياناً بتفاصيلها الغريبة كتلك التي ذكرناها والتي لم نذكرها، عندما ينصب على وجه المثال رجل كاليزيد الذي أذعرني جهله يوم اكتشفت ذلك في مناسبة معينة في منصب وزير الاستعلامات. إن هذا الوضع الغريب هو الذي يزحف الآن إلى حلبة الانتخابات المقبلة لكي يصبح الوضع الشرعي في الجزائر المستقلة. ثانياً، تحقيق في الظروف المريبة التي لقي فيها حتفهم أولئك الرجال الذين قادوا الثورة في خطواتها الأولى: مصطفى بن بوليعيد، عباس لغرور، يوسف زغود، بن مهيدي، عميروش، الكولونيل محمد الباهي، عبد الحي إلى آخره. وربما يكشف التحقيق عن صلة مقتل هؤلاء الرجال بأولئك الذين نصبوا أنفسهم قيادة مستقلة بالعاصمة في شهر أبريل 1955، والذين كانوا يهدفون بكل وضوح إلى الاستيلاء على مقاليد الثورة، كما يبدو ذلك أيضاً في اختطاف بن بلة. ثالثاً، تحقيق في تصرف القيادة التي كونها مؤتمر الصمام من وجهتين: ألف، أن القيادة الفرنسية استطاعت أن تنشئ خط موريس المكهرب بكل هدوء ودون أن تقوم القيادة الجزائرية الجديدة بأي مجهود يبطل هذا المشروع أو يعطله على الأقل. ب، وعلى العكس نرى القيادة الجزائرية تعطل في هذه الفترة بالذات تموين الجيش في الداخل بالسلاح والذخيرة، بل وتبطله في الوقت الذي كان يجب فيه تنشيطه نظراً لبناء خط موريس. وفي الواقع نرى النشاط الثوري كله يخمد منذ مؤتمر الصمام، ونرى الوحدات المقاتلة التي كانت تقف في وجه الاستعمار في الداخل تسحب بالتدريج على الحدود شرقاً وغرباً، كأنما هناك إرادة خفية تنشئ بذلك موقفاً يتيح للقوات الاستعمارية أن تسترجع الأنفاس التي فقدتها خلال معارك 1954 و1955، حتى يمكن أن نقرر للتاريخ أن آخر معركة تذكر هي التي خاضتها القوات الثورية بجبل أرقو في خريف 1956، وبعدها سيصبح جيش التحرير الظافر الذي كان قوة الشعب الضاربة في معاركه الخالدة مجرد قوة استعراض يستخدمها الزعماء لدعايتهم في المهرجانات الصحفية على الحدود. رابعاً، تحقيق في الظروف المريبة التي انضم فيها بعض القواد الجزائريين العاملين بالجيش الفرنسي إلى جيش التحرير، ولماذا وقع انضمام بعضهم مثل المدعو الكوموندان إدير عن طريق قيادة العاصمة عوضاً أن يكون عن طريق قيادة جبل الأوراس، بينما كان هذا الضابط يعمل في وحدة فرنسية تقيم بمدينة خنشلة.
ومما يلاحظ أن هؤلاء الضباط قد استلموا مناصب مرموقة في جيش التحرير، وهي المناصب التي جرد منها أصحابها الذين استحقوها مقابل خدمتهم في صفوف الثورة منذ اليوم الأول. بل نرى أصحابها قد قتلوا في مؤامرات اغتيال شنيعة، مثل مصطفى الأكحل الذي اغتاله جهاراً السيد بوصوف بالقرب من مدينة الكاف التونسية، وقد جرد بعضهم من منصبه وترك وشأنه بلا زاد ولا راحلة في شوارع تونس أو الرباط. خامساً، تحقيق في اغتيال المرحوم عمير علاوة في مقر الحكومة الجزائرية المؤقتة بالقاهرة، لأنه اكتشف أثناء مهمة توجه فيها إلى بيروت اتصالات مريبة تخص السيد فرحات عباس. سادساً، تحقيق في معاملة الحكومة الجزائرية المؤقتة للاجئين الجزائريين بتونس ومراكش، وعن توزيع موارد النجدة التي كانت ترسل إليهم من الخارج. سابعاً، تحقيق في تصرف الحكومة الجزائرية المؤقتة مع الطلبة الجزائريين في الخارج لوضعهم تحت تصرف جهاز نقابة جبهة التحرير أفلان، حتى أن الطالب الجزائري قد فقد شخصيته وأصبح آلة يوجهها السيد كريم بالقاسم لمصالح معينة، إذ فقد الطالب كل استعداد للقيام بواجبه، وقيد نشاطه فعلا بصورة لم يكن يعرفها حتى أيام الاستعمار. ثامناً، تحقيق في تصرف الحكومة الجزائرية المؤقتة في أموال الثورة من وجهتين، من الوجهة الفنية لعقد المقارنة بين الميزانية التي خصصتها هذه الحكومة للجيش والميزانية التي تخصصها للجهاز السياسي، من الوجهة الأخلاقية للكشف عن التكاليف التي كانت هذه الحكومة تخصصها لأعضائها في السنوات الأخيرة. تاسعاً، تحقيق في كيفية تشكيل مجلس الثورة، وهل أصبح في صورته الراهنة يحقق تمثيلاً كافياً للشعب الجزائري وتمثيلاً حقيقياً لكافة مناطق الوطن. عاشراً، تحقيق في الدوافع التي دفعت السيد بن خدة إلى الدخول في مناقشات دبلوماسية بمدينة الرباط من أجل ربط الشعب الجزائري بفكرة المغرب الكبير دون مراجعة الشعب في الأمر أولاً، والمعلوم أن حكومة ثورية مؤقتة ليس لها إلا أن تواجه مشكلات الثورة العاجلة. وملخص شهادتي هو أنه يجب علينا ألا نترك الشعب يخوض معركة انتخابية في الظلام الكثيف الذي يخفي عن بصره الحقيقة المؤلمة التي أحاطت بثورته، والتي يحاول الزعماء كل على شاكلته إخفاءها إلى الأبد، والتي كانت تتجلى في ذلك الواقع الذي كشفته لنا الأيام، وهو أن أيام الحداد والبؤس التي عاشها الشعب خلال الثورة كانت أسعد أيام زعمائه، أولئك الذين صرفوا دماءه في ولائمهم حيث تسكب الشامبانيا والويسكي كما يتصرف أمراء العرب في بترول بلادهم لتشييد قصور ألف ليلة وليلة. ويجب أن نضيف إلى هذا أنه لم تخرج من فم أي عالم أو مثقف جزائري أثناء هذه المأساة المحزنة أي صرخة استنكار لإيقاظ الشعب لواجبه، بل كان كل واحد حريصاً على أن يأخذ مقعداً في وليمة الزعماء أو ينتظر دوره، بينما كان من الواجب على كل جزائري ذي ضمير أن يبلغ الشعب هذه الشهادة حتى يكون على بينة من الأخطار التي تهدد الحقوق والحريات المقدسة التي ضحى من أجلها مليون من أبنائه الشهداء، ولكي يكون على بصيرة من الأطماع الحقيرة التي تزحف نحو ثمرة ثورته لتجنيها من يده. القاهرة في الفاتح من فبراير 1962، مالك بن نبي الذي أقسم على ألا يتقدم لأي انتخابات.